السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم ضياف ربي. مشاهدينا اليوم حطينا الرحال بالمنطقة المسمى دوار أهل الشعبابة ببني سليمان بولاية المدية. صدقوني أن اليوم حالتنا ولا غير الحالات. اليوم حكايتنا هي حكاية أم مطلقة عندها 8 أولاد، من بينهم 6 بنات ترعاهم وتحميهم وحدهم في ظروف يعلم بها ربي فقط. مشاهدينا باش نقول لكم قصتها وحكايتها ومرارتها كان لازم نجي ونرافق كل من واحد من أبناء الجزائر اللي غناوا على الأميمة باش هكذا تحسوا وتعرفوا أنه هذه الأم عانات كثير في صمت. وكذلك جيت مع شاب آخر شكون ما غناش للمولودية وما صنعش أفراحها وأمجادها، كي نقولوا فوفاتورينو ونقولوا عبد الله الكرد طبعا حيلتحقوا بينا ونقول لهم مرحبا بكم وشكرا جزيلا على قبول الدعوه. لا شكرا، لا شكرا على واجب اختي عائشه بارك الله فيكم. الله يسلمك ربي يخليك. صحيح عبد الله، انت غنيت على الام اغنيه يعني بكات قلوب كثير من الجزائريين. انا فوفا كيف غنينا غنى على الوالده. الوالده ان سيكسي انا متوفيه غنيت عليها ربي يرحمها. الوالده شكون ما يعرفهاش هذيك الاغنيه لانه تروح مباشره للقلب طبعا. ما كاش كي تغني على الوالده ما كاش كيما نقولوا الوالده هي حاجه، هي لاباز تاع كل انسان. كل انسان كي تغني على الوالده يحس بها. وجينا نشوفوا لهنايا كاينه الوالده تاع هاد البنات هادو ما كيما نقولوا تعيش هنا في هذه المنطقه. اذا ندعوكم مشاهدينا تابعوا معنا أنا حكايتنا وقصتنا اللي حتبدأ الآن. تفضلوا بسم الله. يلا عبد الله. السلام عليكم ضياف ربي، واش راك يا اختي؟ صافا راكي بخير؟ لاباس كيما الحوايج واقيل؟ الله يعاونك صح رمضان. السلام عليكم. بخير وانتيا؟ وانت واش راك؟ راك بخير مع رمضان؟ الحمد لله. وري ماماكم اني نشوف فيها الحجة راكي مع الكسرة. الله الله عليك. فيها كسرة اليوم. فيها كسرة. هيا تفضلوا معنا ضياف ربي يا يما. هيا تفضلوا مرحبا. الله يخليك يزيد فضلك. بسم الله. وش راكي ضياف ربي؟ راكي مع الكسرة. ينبوس يسلمك رمضانك. يسلمك بنتي. سلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. راكي مع الكسرة. الله يبارك مع البنات. مساء الخير. وش رايكم؟ بخير؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. يعني لأنه طريق طويلة سمحوا لنا جينا شوية متأخرين. سمحوا لنا ما قعدش في أذن. إن شاء الله نعاونوا بشي اللي نقدروا عليه في الدار اليوم. إن شاء الله. جيت لك اليوم الحاجة مع عبد الله الكرد ومع فوفا تورينو. أهلا وسهلا. فوالا هكذا يما باش يشوفوا كيفاش راكي عايشة. كيما راكم تشوفوا الحالة هذه هي. من سنة 90 لسنة 2021 لحد الآن شاك تشوف الحالة هذه هي. عمر تاع بنادم. أيوة عمر تاع بنادم راح ومزلنا ما فرش رب العالمين. لا بسكينة لا بحوايج لا بحتى حاجة. يفرج إن شاء الله. والله يفرج ربي إن شاء الله الحاجة. يفرج ربي إن شاء الله. ولادك يقرأوا والبنات يقرأوا. يقرأوا هما يزيدوا يقعدوا يقحوا. أنت أم البنات. أنا أم البنات. أنا هي أم البنات. هي أم خلاص ما نعيطلكش باسمك فاتيحة، نعيطلك أم البنات. أم البنات. ربي يحفظها. ربي يرحمها اسمها فاتيحة. الله يرحمها. أكتم في الريحة تاع الأم. نشم في زوز روايح. ريحة الأم وريحة الكسرة. يعني الأم تاعنا هذه أم البنات عندك 6 بنات. 6 بنات. الله يبارك. الله يبارك. ربي يحفظهم لك إن شاء الله. هاك شتي طوحوا نوضه طوحوا نوضه حتى قلبتهم هكذايا. صح صح. والله الزوج مزوجين وهادو اللي مزالوا ربي يهنيهم واللي تقرا تقرا. ايه صح ماشي سهل. ماشي سهل باش تطلعي. صح باش اللي يكونوا صغار حتى يكبروا. وهذه تسمى الكوزينه تاعك. هذه تسمى حنشوفوها. هذه الكوزينه نزوروا الكوزينه. يا إما قولي لي بلي عندك غير هاد الشومبر هاد الدار برك وبياسه واحده اخرى الدار هيك. ايه هذا واش تكسبي؟ هذا واش كاين؟ واش كاين؟ يعني كارثه. ما عندكش طاقه يما؟ ما كاينش مسكرين عليا من هنا. ما كاينش باش تنفسي. اه مسكر الدار. كاينه دار مبنيه من هنا. مسكره. رحمه ربي ما نشوفهاش كاع. انت دير لها الميكرو فوفا عاوني هكذا وانا مع عبد الله نشوفه. والله يعني قلت لك رحمه ربي ما نشوفهاش كاع. هاكم تشوفوا في الحاله هذه هي وهذا هو من اللي بدينا كيما نقولها حتى كيما قالها المطرب اللي العمر راح ومزلنا هكذا. ويما هكا مازال شوفوا عالسيمان.
ديرها السيمه هكا. راهي من الديال الحصيره مشمخه. اي الله غالب الله غالب. مزيت ارواحي الشاطره قدامي. مساء الخير، واش راكم لاباس؟ هيا عرفيني على روحكم. خبزوا بيدينا، كل حاجه بيدينا. صح، ما كاش اللي يشري لك حاجه ويجيب لك حاجه، راه وينه؟ ما كاش اللي يرحمك، يعني ما نكذبش عليك، ما بقاتش الرحمه. مازال كاين رحمه ان شاء الله. يما مازال بالك ما تجيهاش. الجزائر يعني ولدت رجال، اللي خلق ما يدي. اي والله الجزائر جابت رجال وجابت. قلت لك الجزائر يعني جابت رجال ومازالوا ناس الخير ان شاء الله. والله العظيم اللي خلق ما يضيع كما نقولوا. يما صاحبها تقول واحد يعني رحمك ما نكذبش على ربي. وصح مازالت فيها رجال البلاد، لانه انا من خلال هذا البرنامج عرفت انه صح مازال كاين رجال ومازال كاين ناس يحبوا يديروا الخير وعمرهم ما يتاخروا، بمجرد انك تقول لهم ارواحوا يجيو. صحيح. ان شاء الله. قلت لك بلادنا تبقى فيها ان شاء الله. حتى الغاز ما عندك شكي بالقرى. ايه اول غاز ما عندناش الماء لا غاز ما كاش ما كاش الضوء. ايه الضوء هذا مش كاين. ويما انا حنهضر، انا نقول لكم، انا نقول لكم كلمه اخيره. قولي لنا ارواحي. ماشي اخيره، انا قاعدين عندك اليوم. لا يما ما تكسر انا باش معليش. لا 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 الفطور كاين يا اخي، كاين كاين الفطور. هيا روحوا. قلت لكم انا نقول لك انا حياتي من نجوزها كيما جوزت الثوره. نكذب عليك كيف كيف هكذاك؟ ما فرحتيش؟ ما فرحتش في حياتي. من قوت السكنه ما كيش ما عدناش. طفلها وراح، طفلها وراح، مانيش نشوفه. كل اللي راه مقاجي همال همال. ايه ما يوليش، علاش يولي؟ علاش يولي؟ ما كيش تهيد. لقيتي في 2021 باللي الدار بليزار هاي بليزار ما عندهم شباب يحميهم وما بنات. ايه كيفاش يكونوا في حاجه تحميهم؟ عبد الله تفتح له هذا نشوفوا المشاهدين. والله غيرها وتعيشوا امباكم. والله العظيم ما حبيت نقول لكم انه هذه العائله جيناها ايما على غفله وزهر. ربي 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 والله ربي سبحانه بعثنا لك. والله وجارك وجارك هذاك اللي عنده صبع وتاع رجله مكسوس. جارك ما نعرفش اسمه بصح شفته. لا لا جيراننا. صح هذوك من بك؟ قلت لك جارك، ما قلتكش فاميلتك. لا لا انا حكيت. هي 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 هي. لا لا الفاميلا ما نقدرش نقول لك صراحه، نقول لك على المباشر سامحيني نكذبش. الفاميلا ما كاش في الوقت. يعني فهمت انا، فهمنا الفيلم مني. كون وقفوا معايا راني نقول علاه ما عنديش الاب، ما عنديش الام، ما عنديش الخاوه. السبعه خاوه الله يبارك. الله يبارك. سبعه خاوه، السبعه خاوه عندهم عندهم لباس بهم. انا اليوم نبرد قلبي. قلبي بردي قلبك. كلش كلش يبان اليوم. السبعه هربوا البنات. سبعه الله يبارك. ما حي يغسل حوايج. لا بس عمرهم جاو طبطبوا عليك جامي يسقساو عليك هكذا هنا في الدار؟ خوتك رجال خوتك رجال. ولا بتاعي عندي عندك باب عندي ابي. ايه وسامح فيك ابي يا سيدي. وعلاه بصح الله غالب. وعلاه الله غالب. هاو علاه فتيحة مرفها حتى يجوا ليها. هاي فقيرة باش يزيدوا يجيبوا لي ما يجيبوا ليش. والله قلت لك رحمة ربي ما نشوفهاش كاع. صح عندك عينيك ما شاء الله. كي عينين كي الضحكة كي لاك منورة كي البنات. الله ما شاء الله. خاوتك عم يشوفوا فيك واش تقولي لهم في رمضان اليوم؟ نص رمضان نقول لهم يعني ربي يهديهم من جهتي انا. علاه راه ما قدكش نقول لهم عاديني وما يجوا ليا ما يشوفوني ما يراوني. علاه لاباس بهم؟ ايه ظروف تاعهم متحسنه، ماشي نقولوا قال فقراء ولا الله غالب. وباباك ويماك؟ بابا ويما نطلب لهم الهدايا واش نطلب لهم؟ كبروا معليش معليش كبروا. الله غالب بصح ماشي الحق عليهم، الحق على خوتي راهم رجال ماشي قيراه. قال ما يسمحوش. اه هم جزائريين وهم ناضوا. انتم هذوك كيما نقولوا ولا واحد اخر ولا واحد اخر. هم نقولوا قلوبهم ناضوا من جيت الزوالي. قلوبهم ناضوا من جيت الزوالي بصح كيما الواحد ليك ما يقدرش يرحمك. يعني ربما فوفا عبد الله ندعيكم نخلوا الحاجه تريح شويه تكملنا الكسره. ندعيكم تابعوا معنا الدار كيفاش دايره. تخيلوا انه 8 هكذا انتوما. احنا 8 الله يبارك. وقيل يا فلك اللي متزوجه وعندها بنت ثاني تجي تربي معنا. انتوما شحال كامل يما؟ ناكل كل بلا احنا كل 10 الله يبارك. 10 في هذا الدار. سمحت لي مزوجه تكون هنا؟ لا لا تجي ضيفه. تجي ضيفه تجي ضيفه. اه كي تجي ضيفه قلت لي تبات هنا. ايه.
نشوف أفوفا طلع لي بك نشوف الكوزينة شوف هذاك باش تشوفوا ظروفها البلاكار تاعها. والله العلي العظيم للمرأة هذه اللي كنا راح نجيوها اليوم سبحان الله ربي واحد الإنسان جابنا وركبت معه في سنسان زينك وجيت لهنا قسما بالله ما كنا جايين عندها يعني الخطوة وحدها كتبت لنا وإذا به كي جيت وشفت فيه هاكم تشوفوا ماشي أنا اسمه ولد التلفزيونات كل ونعرف والدنيا وكاين عفايس مفبرة كان بصح هذه وراس ولادي غير ما على بالنا ولا هي على بالها باللي رانا جايين وهاو الوقت وهاو الوقت وهاو تليفوني هاي 46 دقيقة هاي ما كاينش اللي يرحمك يعني ما نكذبش عليك ما بقاتش تشرحني لقيتي في 2021 باللي الدار بلي زهر نحس روحي في الدنيا هذه اللي راني انا وحده محبوبه راكي شتي طوحه ونوضه حتى قلبت ما قلت تخدم تقراي تخدمي لا خدامه الله يبارك وقرا انت اللي خدامه في الدار انا الكبيره معناتها انت كتصرفي على العائله اي والله الله يبارك نقدر نعرف واش تخدمي خدم فلاتولي شحال تربحي لي زويت باش تصرفي على 10 اي الله غالب بصح صافا الحمد لله كوميم هي تما شغل واحد خدام على روحه خديها الحمد لله ارواحي رواحي نحكمك وخياتك يقراو خياتك كم خياتي يقراو الحمد لله ارواحي انت بلي بافيت وشبه بعضهم كلشي تقراي في الجامعه الله يبارك يعني الله يبارك عليكم ما شاء الله عليهم يقراو رغم هذه الظروف يسلمك اما سنه كي تقراي ثلاثيام ليسانس تخصص الدروه الله يبارك الله يبارك سؤال كيفاش تستمدوا القوة تاعكم باش راكم صامدات هكذا؟ الحمد لله أمي وحنايا من عند ربي هكا الحمد لله باسكو توجور نقولوا بلي باسكو حنا ماشي ربي اللي دارنا كيما هاي هما العائلة تاعنا هي اللي دارتنا هكا باسكو حنايا عندنا سكنة الأب تاعنا وبايعها ورمعنا وريحنا عايشين كيما راك تشوفي هذا تما ماشي تاعنا هذا اللي تغيظك تما هذه وماشي دارك اي تما هذا وماشي دارك تما عندك من باب العتبه هذه كيما هكا وتخرج الباطا ديالك قلتي كلمه انه باباكم رماكم بيان سوري باسكو كلمه الحق انا ما نقولكش انا فقيره ولا زواليه ما عنديش الاب عنده سكنه وكان خدام لاباس عليه وبايعها تما بصح ريحنا حنايا مع الام تاعنا بشويه كبرنا وتزوجنا شحال كان في عمرك يا رماك باباك مصغر في عمر هذا في عمر هذا لا قبل كيفاش نفهم بصح من بعد هو معانا بصح كيما هاك ما على بالوش بيه اي تسمك شغل ما يصرف ما تلقاي خدام عنده الدورو اللي يدخل لي لا خدام جيبو من مير كي كان يجي عندنا دي بروبليم لا تي بروحو بسوالف حديثه بيزويت انا هكا حبسنا مقرايه فورسي انا واختي اختي هذيك راهي تزوجت وانا كملت نخدم طلبوا له الهدايه لو يسمع فينا ويجي عند بناته ربي يهديه هذاك اكزامبل كيما هكا انت تكون فايت تلقى داركم عاطيهاكم من بكري وساكنين فيها ناس فحلات زي الفوت علي انا راح نخدم الصباح الفوت شي وحنا شنو نشوف في دارنا هكا وساكنين انا هنا في سليمان بايعها كيفاش زعما راح وشوفوا راهم ساكنين والله يا خاوتي غير هاد الشومبره هادي طمهم كامل في 10 صح اذا لي نغلط ولا نزيد عليها حبسوني وما مخياتي كي يجوزوا ولادهم كاملين هاي ليك تفضلوا فوفا عبد الله تفضلوا تخيلوا برك 10 اشخاص هنا في 10 هنا منها شومبره منها صالون منها كلش كامل بنات هاوليك الصغير ديالهم هذا هو الراجل تاع الدار هذا هو الراجل تاع الدار تما هذا هو اللي نورمال وكاين واحد ما كاش وراه يخدم اسمح لي هذا باش يكونوا انتم كاع خواتاتي هذا مستحيل ما يخرج راجل هذا راجل مستحيل ما يخرج راجل على بالي بلي يطلع زعيم هذا انسان الى اجتمع فيه على اخواته العوامل هذا تاع الصبر ويشوف في خواتاته ونايفين عليه مستحيل ما يخرج راجل ان شاء الله خوتي ما خصهم حتى حاجه اذا قرا ولا ما قراش نهضروا على راجل وعنده النيف ويخاف على خواتاته وما يحبش عليكم انت هو اللي راح تعوض البابات اللي راهم هذاك اللي ما كاشو البابات انت اللي تعوضوا وانت هو اخوهم وانت هما تاكلين عليك يتكبر باش يكون على بالك صهيب انت راك كبرت ديجا وصهيب واش يقول لنا كيفاش ترد عليهم واش تقول واش نقول ما نقول والو انا كيتكبر يا عمري تفشش ارواح يا يما ويقولكم حاجه صهيب ان شاء الله انا كي نكبر نخدم على خواتي لا غاتش هما كي في صغري هما لا غاتشهم يخدموا عليا حتى ويخدم يتم هذا المعزوزي هذا مم العين ان شاء الله يا عمري كتفكي على خوها تفكي على صهيب
انت رجال وتكبر وانت اللي دير هذا الشيء، السكنه انت ديرها بربي ان شاء الله، وربي يوفقك ويعاونك كما قالوا كما نقولوا خواتاتك شقاو عليك مي يخدموا عليك. انت كي تكبر واش دير؟ تعوض لهم كلش؟ نعوض لهم باذن الله، وربي يوفقك باسكو كناوي الخير ان شاء الله. لابس كاينه لا بحوايج لا بحتى حاجه، لا الماء لا غاز. اي الله غالب الله غالب. في الدار تعاون المدام لا جوستومون دوك الحرب حضرتي لي عبد الله ميت بالضحك درت لك مشكل والله غير مشكل يا عيشة، ما نقيش على بالها بلي انا ما ندير والو والله غالب. الراجل حنا نخدمو برا وهي تخدم في الدار، واش عدالي وهنا راك كسرت القاعده. حنا شقنا روطار ومحت ماسين وما ناكلوش كاع، وانا تشهيت الفريت لافو تاعي. ايه فوالا هيا يلا باسكو خونا عبد الله راهو يستنى باش يقلي. اه لا مقلي فوالا صحيح سخنت سخنت الزيت الزيت. ربما الى حين ان شاء الله انتم معكم مع البطاطا، حبيت نقول انه فارس يجي معنا ربح معايا نشوفوا الفريجيدير تاعهم، يعني عندهم غير فريجيدير، حاجه واحده اخرى ما عندهمش، ما عندهمش شوفاج، ما عندهمش فورنو، عندكم غير طابونه وما عندكمش ماشينه لافي. كيفاش انتي وحدك هكذا قدرتي تقريهم وتنجحيهم؟ من قدرة رب العالمين، وكاين الناس تاني دعموني ما ننساهمش ما ننساهمش، يعني قال رحت لهذيك الجهة الأخرى هكذاش عليك والله العظيم دعموني، وكنت أنا نحب القراية، أنا في حد ذاتي نحب التعليم ما نكذبش عليك، ما نحبش واحد أمي وجهل من ربي. نحب قريتهم بالصعبة بكذا، قراو حشك بالوابط بالبلايق مقطعين حتى لهذا الدرجة. من بعد كبرت بنتي الكبيرة هذيك. ايه كبيرة ما شاء الله عليها شاطرة الله يبارك. هذيك كبرت هاي تاي معلمة حتحطها بلا. ايه هذيك نهار اللي كبرت لي كي شغلت تولدت من جديد، ولدت أنا من جديد، فتحت لي عينية رجعت الأمل خاش لكن الأب نتاعها مصيبة ربي إن شاء الله، ولكن واحد راه في رمضان بصح واحد ياد داري يعني وحشك يكون يشرب ويجي للدار هنايا قدام البنات، يعني صارت فيا ما نقدرش. يعني حبيت نقول أنه الأم كي يكبروا بناتها تتحرر يجعلها الحياة. أنا في النهار اللي ديت الورقة نتاعي تحررت حسيتني ولت من جديد، قلت الفقر ما عليهش ميزيرية ما عليهش، نهني راسي ونرقد مليح. تحقرتي وانتي زوجة؟ تحقرت أنا يا تحقرت من الأم نتاعو من الأب نتاعو من كل واحد. ضربتي يا حسرة كيفاش ما ضربتش؟ ضربت قيانة ونحقرت قيانة، مستحيل باش نعاود انا حياتي. انا كانت حياتي وشني هما بناتي هما بناتي باش يقراو ويكبروا واللي تزوج تزوج واللي تقرا تقرا. ما عندك شباب ما تخافيش عليهم؟ لا لا خافوا الخافوا على ما كاش الخوف، بصح دايرينها على ربي ولا قادرينها على ربي ولا قادرينها على ربي. مراب الف راجل هدية اللي يقول لك، هذا هو اللي ينطبق عليها المثل تاع مراب الف راجل. والله العظيم ربي يحفظك يما. ما كاش اللي يرحمك يعني ما نكذبش عليك ما بقاتش الرحمه. لقيتي في 2021 باللي الدار بلي زهر، نحس روحي في الدنيا هذه اللي راني انا وحده محبوبه. راك شتي طوحه ونوضه طيحه ونوضه حتى قلبت ما قلبت. نروح نحوسوا لعبد الله، انت لقيت البطاطا بصح والله ما قلاهاش دوك نحوس عليها. عبد الله عيط له يجي يقلي البطاطا. وينك مخبي يا عبد؟ اسنا قبلها نروح نشوف واش كاين هنا. حتى كيقولوا ايه خرده ما دخلناش هنا. ها صهيب واش كاين هنا؟ صهيب ما كاين والو. واش ديروا فيها هادي؟ ها والو. وينك عبد الله؟ باش تنفس شويه باسكو غاطوني يعني لهاد الدرجه في بلادنا. حنا نسكنوا في العاصمه ونشوفوا الدنيا ونشوفوا الناس ماهمش حابين نربي، نركو ساكنين في حيوط والشتاء ما طيحش عليهم والسخانه ما طيحش والسخانه ما تقيسهمش، وتلقاهم يشكيو 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 يشكيو، يعني الواحد لازم يشوف لي تحته
نشوف ديما اللي تحته. غاضني حال بزاف وما قدرتش يعني نزيد عليهم ولا حاجه ولا تخرجت برا. دموعك غاليه خويا عبد الله. والله انا يعرفوني كم الناس متاثر، صرت ام وعندها 6 اولاد ولا 7 ولا 8 اولاد، كان عيله 10 من الناس في بيت لا تتعدى ال 16 متر مربع. كي ضحكت وعينيها دمعين تفكرت يما ربي يرحمها. يا ربي يرحمها. وش حنقول لك؟ والله دموعك غاليه عبد الله. شي غاضتني بزاف، خاطر ماهيش بعيده على الحضاره كما نقولوا، ماهيش بعيده على الناس باش يعاونوها هيتو. وراه ماش نهضر على الفاميليا، انا الفاميليا نعرفها، ماش نهضر على الفاميليا، نهضر على الناس اللي هنا اللي في بني سليمان اللي في ولايه المنديه. وعلاش يخليو مراه كيما هكا؟ الماما يدمجوها هي وبناتها ويعطوهم سكنه يا تكون سوسيال افطروا ولا الهم هذا ولا هنا اللي مسكني ان شاء الله مشافوها ان شاء الله. وكاين في ناس في المنديه، كاين ناس صدقني ان شاء الله على بالي قلوبهم فيهم الرحمه وطيبين بزاف، ومتاكده ربما ما سمعوش بحالتها، لذلك رانا هنا. شوفي اللي جابنا لهنا، اللي جابنا انسان بسيط بيسكن منا ولا ربي يطيحوا فينا احنا، وين كنا ندوروا ونحوسوا على الناس المحتاجين. هو قال لنا تحديكم ونشوفوا فاميليا تحت الصفر. قال لنا نتحداكم الى لقيتوا اون فامي افقر من لافامي هذه، مستحيل. ربي يعني يفرج عليهم ان شاء الله. يلا. يعني مع هروب يوم من ايام رمضان ندعي الله عز وجل وكامل الناس اللي معايا يدعوا باش الناس هذم يفرج عليهم ربي من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. ان شاء الله ربي أمين. يفرج عليهم. امين يا رب. امين. هي الله مع غروب الشمس او يأذن على القرآن القرآن قبل لانه رانا مع غروب الشمس ان شاء الله. طبعا فوفة كلمة هي كما قولوا الفقر ماشي عيب، المعاناة ديالو هي اللي كيما نقولوا اللي تسبب المشكل الانسان. هي خاطر واحد فقير ماشي عيب ويكون هاوليك صهيب يقول لك غدوه يكبر ولا صغير يقول لك يكبر بالك لقايا يخدم اروح قدامي صهيب اروح ديجا البالون كان يجونغلي به معجب يعرف يلعب بالون يكبر هاوليك صهيب قدام من بالك تلقايا يخرج حاجه وما على باليش وشنو، المهم يصوفي روحه ويصوفي العائله ديالو. الفقر ماشي عيب، مي قالوا له الذكريات باسكو ما عاش طفوله. شحال في عمره هذا دوكا بيناتنا؟ شحال يمشي من المسي تاعكم وين جاي؟ وين تقرا؟ هذه اضعف وين تقرا؟ المدرسه. بني سليمان بعيده. واش راك حاب ان شاء الله كي تكبر؟ بوليسي. بوليسي ان شاء الله، حماة الوطن هادو. يحمي الوطن ان شاء الله ويحمي خواتاته ويحمي الوالده تاعو. ان شاء الله يا رب. تعرف تلعب بالون؟ وريلي حبيبي. وشكون هو اللاعب المفضل تاعك؟ شكون تسيبورتي؟ واش تسيبورتي ديجا؟ محرز. واش تسيبورتي في الجزائر؟ مولوديه. كيما انا طاح فيا. كيما انا ان شاء الله يا خويا ان شاء الله تولي ان شاء الله تولي جوار في مولوديه كاع. تعرف تلعب بالون؟ ان شاء الله يا رب. وريلهم. وبالمناسبه نحيو كامل الانديه الجزائريه. صحة رمضان كامل. طبعا. ونحيو كذلك حماة الوطن وين ما كانوا، سواء الشرطة الدرك كل حماية المدنية كل أجهزة الأمنية في الجزائر اللي سهرين على حماية بلادنا. إذن مشاهدينا أنا خليكم تشوفوا هذا الجوار تاعنا المستقبلي إن شاء الله. إيريس صالح ارواح يا صالح. صالح في كل مرة يحب يتفادى الكاميرا لأنه يحشم، صح اليوم قررنا أنه صالح راح يبان هكذا نحصلوك اليوم. صالح السلام عليكم. مش راكم خوتي؟ لاباس الحمد لله. وخونا رو بعيد خلاص ما قعدش يأذن. إذن مشاهدينا كالعادة والفتوا برنامجنا أنه في كل عائلة إن شاء الله ندخلها بالخير. ونشكر طبعا ممول البرنامج شركة إيريس اللي في كل مرة تفرح هذه العائلات. الحمد لله فوفا وعبد الله كنتوا معايا يا خوتي في الدار. هذه العائلة تفتقر هذه الأجهزة الكهرومنزلية. ما عندهمش. عندكم توبس؟ أنتم ما عندكم ميكرو؟ أنا عندي. خلاص ما عندهمش كامل ماشي تفتقر.
مشاهدينا الكرام، خاوتنا العزاز، حفطوركم وين ما كنتوا. قبل ما نبداو نفطروا كنت قلت لهم يعطيكم الصحه وكلفتوا روحكم وكلينا لكم فطوركم، واذا به نتقد بنت الكبيره قالت لنا الماكله ما تخلعش. مرحبا بكم في اي وقت. صح عبد الله؟ صح صح. باش انا حبيت نقول لكم هكذا باش تعرفوا، والله والله ما كاش كيما الزوالي. اه ما كانش، والله ما كان، محال. شوفوا ما نحكي لكمش الماكله هاي وين بنينه، عجبني الحال، راني بيان قاعده باسطين في الارض كيما نقولوا احنا. تري تري بيان، تري تري بيان، تري تري بيان. اعطيكم الصحه فتيحه. الله يسلمك. الله يسلمك. شكي تضحك شوف بالحشمه مخلطه بكل. شوفي شوفي ضحكه بالجمال. شوفي ضحكه نفسرها لك انا، فيها الحشمه كيما قلتي، فيها الحزن، فيها الفرحه اللي بينا هنا، صح. وعندها باصيص امل للمستقبل. يا رب. فوالا هذا هذا التعبير تاعك. وشبي عينيك. الله يسلمك. الله يرحمك ويسالي. الله يبارك عليك. وبقاو تهضروا انا نيناكم. كون خير. على الفطير. الفطير تري بون. الفطير انا. ما شاء الله. يعطيكم الصحه. ماكله كيما نقولوا، شوفوا حاجه كيما نقولوا سامبل، ماكله تاع احنا كاع تاعنا، احنا ناكلوا هكذا زواوله، احنا كاع زواوله باش يكون احنا كامل زواوله، احنا كاع ولا الشعب كيف كيف. القناعه والبنه، والبنه متواضعين. شعبنا الجزائري هاكي ميكرو خليه عندك. مهما يكون الامر قلت لك الجزائريين يبقوا متواضعين الحمد لله. ويكثر خيركم. بنتك الكبرى نقولها روحي نقول لك حاجه برك. روحي والله. هذه اللي قالت لنا الماكله ما تخلصش. مرحبا بكم في اي وقت. قالت لك مكسوب. فطرتي ليه في الكوزينه؟ هي انا فطرت. صحتك. شوفي قبل قلت لماما، قلت لها اكي فخوره ببناتك؟ قالت لي بيان سور. قلت لها واش تقولي لهم ما يشوفوا فيك بناتك؟ قالت تمنات ان شاء الله ما تعيشوش المعيشه اللي عاشتها هي. اي وراي فرحانه بزاف بيكم نتوما. وقالت لي كي كبرت بنتي الكبيره بسكيت، والله حنايا تربينا نتاج، مش انا ام وبنتها. صح. صحابات مخيات معايا زوج خيات كلش كلش. ايش دي عندك الميكروفون؟ ديجا كيما هكا نورمال، زعما شغل صحابات ماناش ام وبنتها. قالت لي كي راحت هي تخدم اول مره قالت لنا حياتي عاودت من جديد. تولدت من جديد. اي باش كا قلت لك تولدت من جديد. اقسم بالله العليقه في النهار اللي راحت قلت لك شغل فتحت عينيا خلاص، راح لي ذاك الهم اللي كنت لقيت القدا والحشام ما نلقيش، ولا لقيت الفطور الصباح ثاني ما نتعشيش. الحمد لله. هيا هي تقول لكم قحد كلمات. اذا لقيت قلت لك لقيت الفطور الصباح ما نتقداش، ولا لقيت القدا ثاني ما نتعشيش. تاع غنيه تاع سوق الليل تاع كاين 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 اللي فطر وما تعشاش. كاينه صح. كش نقول فيها يا ربي راك شو نسيت على الغنيه. شوف لتحتها كاين اللي فطر وما تعشاش على زواوله غنيه تاع غنيه تاع سوق الليل معروفه على كل حال. وهاد الحاله هذه واش يجيك في بالك هكذا؟ انا شوفي انا كما يقولون انا نحب الزوالي. انا بكري ديجا الغنى تاعي نصو على زواوله، وكي زدت نشوف هكذا والله العظيم يا اختي يا عائشه غير عباك يقول لي زيماج هادو يقعدوا يدوروا لي في راسي ديجا هكذا انسبيري كاش حاجه. والله هاد لي زيماج انسبيري هاد لي زيماج يقعدوا. قلتها لك من قبيله نورمالمون 2020 ديجا في الجزائر عيب نورمالمون نزيدو نشوفوا هكذا. خلاص نقول انا نوجه باسمي بفوفا طورين ونوجه نداء للسلطات. والله كي حاله كيما هادوما نورمالمون ما فيها لا اونكات لا حتى حاجه. ديرك تشوف حاله كيما هادي عندها البنات كلش كلش أولوية سكنة تمد لها سكنة. خويا سكنة كاين ولي تسع كاين والخير كاين وزير الخير من دولة عربي ماشي هما اللي جابوها. وهذه هي سلام عليكم. إذا هي قالت لكم كحدوك الكلمات بفرح وسرور وفخر. أنتم ما واش تقولوا لأمكم؟ أمي إحنا قلت لك شغل صاحبتنا خوتنا حبيبتنا كلش كلش تسمى إحنا يندوا الكوراج منها. كلمة قولي لها كلمة. ماشي قلتيها لها هذه الحاجة واليوم حتقوليها لها. تجور نقولها تجور نقولها كشغل بلا بها هي أنا مانيش ندير في هذا الشيء. تسمى كشغل هي اللي راهي أنا نكوراجي بها وهما يديروا الكوراج بيا أنا. تسمى واش نقول لها؟ نقول لها تسمى تجور نقول لها كيما هكا تسمى حياتي ليها ولخياتي. بارك الله. أبا صح حاجة واحدة أخرى ما يهمنيش. نعمة التربية. نعمة التربية. الحمد لله. تما ربي معايا. كان ربي معايا و تيتمو هما صغار. كنت أنا كلش.
ودائما انا نقولها ما بين كل مصيبه ومصيبه كاين هذيك المرحله نجوزوها، بصح تكون مليئه بالاجر ان شاء الله وربي يفرج، وكل ما يكون العسر العسر الا ويكون فيه يسر ان شاء الله. شي ايامات ما يتصورها من لا العقل لا، ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش نقول لك انايا شي حوايج ما تقدريش تهضري مع هكذا على المباشر، والله ما تقدري تهضريها. الحمد لله طيحه الموضوع، ربي على باله بكلش. ربي سبحانه، انت لي قلتي مع بين العسر واليسر، قالك ان مع العسر يسر، فان مع العسر يسر، فالفاء فيها تاكيد، يعني كل ما عشتي عسر اعرفي باللي كاين اليسر. طبعا الطويل القصير عريض رقيق راهو جاي. اسمح لي، وحنا ثاني مهما نكونوا احنا بشر، ايه مانيش انبياء. ربي يعطيك الصحه وكبرتي وليداتك وبنياتك وكبرتيهم، وانت ما زلتي في عقلك، وكاين ناس عندهم الدراهم نقول لك حاجه كلش بالقفله، بصح مرضى درك راهم كي يتفرجوا عليك انت راح يشوفوا، ما يشوفوش فقرك وما يشوفوش حالتك، يشوفوا صحتك وبالك يحسدوك عليها. كل ما عندك حاجه تحسدين عليها تحمدي ربي وتشكري. قال انا يحسدوني على صحتي هاي الحمد لله، الاخر يحسدوه على ماله ان شاء الله تبقى لي غير الصحه. يعني اون تور دائما ندوروا دائما ونطيحوا في الصحه، باسكو لو ما كانش صحتك ما تكبريهمش وما تربيهمش كيما هي. قلت لك الصحه فوقهم كل، هي تاج الراس وحنا نتوما تاج راسنا. ودرك بربي ان شاء الله تبداك حياه جديده، لا ريلاف بناتك يرفدوك وتبدلي هذا المقام وتروحي مقام اخر ان شاء الله. احنا واش هي نطلبوا نقولوا هكذا تتبدل حياتنا، صح؟ معليش، وهذا المقام ولا مقام واحد اخر كامل نروحوا له باش نستناو المقام الاخير، ولا نروحوا عند ربي مقابلين ربي بنيه حسنه وبقلب صافي. هذا واش كاين ان شاء الله. ان شاء الله يما مازال صح، مازال بركه ومازال نشوفوك ان شاء الله، والتبسيمه هذه مازال زيدي تقابلينا بها خاطر نزيدو نجيو عندك يما. عبد الله مازال ما كملناش، راني هنا راني هنا وكيما نقول. شوف واش راح نقول، باش تشوفوني كاع هيا راح يعطيك الصحه اختي العزيزه. هذا الفطور راح يبقى لي هنا طول عمري ان شاء الله يا رب، صحتك وعمري ما راح ننساه. وراكم كسبتوا ماشي ماديات، ولا جينا باش نفرحوكم بحاجه ماديه، لا جينا باش نقول لكم كلمة، هي أنه ربي امتحنكم في الدنيا باش تنولوا في الآخرة. و تصبروا تحتسبوا للمولى عز وجل وراكم ناجحين بإذن الله، راكم ناجحين. كاين اللي خلصها بالفقر وكاين اللي خلصها بصحته. ربي ما يبتلي من ناس غير اللي حبهم، وربي علينا عليم كامل ويعرفك انت ويعرف واش في قلبك، لانه انا جيت اليوم عرفتك اليوم وحبيتك اليوم، فما بالك ربي عز وجل. كلمه اخيره اللي ان شاء الله يا ربي اللي دار فيا هذا الشيء، ان شاء الله ربي يخلصوا في الدنيا قبل الاخره. عندي زوج حوايج، هما زوج عباد معينين ليا انا على بالي بهم، ان شاء الله ربي يخلصهم. داروا فيا الدنيا داروا فيا بزاف بزاف، قلت لك نطلب من ربي، وهذا رمضان ان شاء الله يخلصوا كيما خلصت انا في الدنيا. هذا واش شوفي اخي انت خلصتي خلصتي فوق اللازم، فوق اللازم يا بنت الناس. ما دام قلبك كبر على الفقر وعلى الميزيريه اللي عشتي فيها، والله يكبر قلبك وخلي كل واحد العداله الالهيه تتولى. ربي ان شاء الله ربي العداله الالهيه تتولى بالميزان، وربي ربي حقي. ربي يمهل ولا يهمل، راهو يشوف إلا كنت انت غلطه راهو يشوف، إلا كنت انت على حق راهو يشوف. هذا واش نقول لك تبسيمه، هذا ما كان تبسيمه. وانت واش تقولي لنا اخر كلمه تاعك؟ فرحت بكم انا بزاف، تما ان شاء الله كيما يقولوا هكا عفسه شابه على الاخر، زعما ما كنتش متوقعه هكا نتوما تجوا لينا هكا. اي بورتو بنادم يجي تعبان من الخدمه هكا من بعد هكا، زعما ماذا بينا كشغل، ماذا بيا كان نكون هكا على بالي مقبل هكا. راك تعرف انكم حدا شاب انا ما كاش حاجه شاب على هكذا، على هذه ما كاش، انا فوق ما كاش، ربي يبارك فيكم وان شاء الله ربي يحفظكم. وكيما نقولوا انتم شغل تابعي للخير، وان شاء الله ربي يقدركم وربي معكم ان شاء الله. صافي بليزير هكا حاجه تجي كيما حاجه، صافي مازال تخصنا حاجه قهوه.
هي راهي طيبه ماما في الكل ديريها لي هيا خلاص قبل القهوة عبد الله عطيني الميكرو نقول حاجة نقول حاجة ما عندك انا وعندك وعندك معليش انا نحب الضوء عبد الله أرواحي يما أرواحي بالآخر بالآخر بالجديد أنا قاعد نعطيك ديكوباج باش من بعد نروحوا للقهوة لحقها الجديد وقولها دوك راح تشوفي الفرحة قولها لها أنت باللي بعد قال لي دوك تروحي تشوفي تفرحي شوفي صح ما نقدروش نفرحوك كيما راح يفرحك ربي عز وجل حنا ما رانا إلا عباد الحمد لله بصح كي نروحوا الكوزينة وديري لنا قهوة أكيد رايحة تفرحي شوي وتضحكي شوي. إن شاء الله. إن شاء الله. صح. وعبد الله وفوفا الوالدة ويما. من اللي رحتي يما. هاي. بارك الله فيك يعطيكم الصحة. الله يسلمك. إذا نروح نشوفوا هذوك الأجواء فريمون. تسكي الأم. سيدخو الأم. أنا راه الحق الوقت اللي نحبه بزاف هو نفرح مع العائلات اللي نجوا ليها يلا اليوم نقسموها كيف كيف الفرحة. واش البنات؟ صافا؟ وري ماماكم. أرواح أم البنات بسم الله صالح صحة فطورك صافا خويا لاباس لاباس الحمد لله نخلي لكم ليكم الكلمة فوفو فوفا وعبد الله اليوم نتوما تبشروها اليوم نتوما تفرحوها شوفي هذا أجهزة ليك باش أموا نساهموا برك بدلوا لك شوية من حياتك ومن الميزيرية تاع الطابونة هذه تولي طابونة تبقى تغلي الكسرة والطياب وكاع نديروها في الكويزين يعني. خيركم ونشكركم جزيل الشكر وهذا ما نقول وندوم الفرحة إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين كما فرحتونا إن شاء الله ربي يفرحك إن شاء الله والجزائر جابت رجال وتحيا الجزائر تحيا الجزائر إن شاء الله يما ودوك الضوينة تشعليها علينا إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله تشعلي عليك وعلى آمين إن شاء الله وتخص ناس كينة وهذا يا رب إن شاء الله رسالتك ونداءك يكون لحق يما إن شاء الله إن شاء الله ما ديموندات والو مسكينة على المي ما ديموندات حاجة لي كيما نقولوا حق أي مواطن وأي واحد حقه هو الساكن ديموندات حاجة بسيطة هي السكنة وإن شاء الله السلطات هذوما يشوفوا بها ياخذوا بعين الاعتبار واش ديموندات الميمة هذه وكاين بزاف ثاني زوا ولا جميع واحد ديموند يسكن عطيوها له وخليوا الناس تسكن وربي يهدينا ويهديكم إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك فوفا عبد الله تعال شكون اللي شعل اليوم لا كويزينيا صالح بيان سير اليوم صالح بالبركة والله بعث لي سيتي هذه الحاجة القليلة كيما نقولوا يا إما هذه معليش ثم فرحتونا وإن شاء الله ربي يفرحكم الحمد لله وعندك لا ماشينا لافي الحمد لله يعني خلاص القش تاع البنات الله يبارك البنات على بالك يبدلوا كامل في الاول خلاص لقينا الطفله تغسل في القش والفريجيدار تاع النيكو جديد الحمد لله الحمد لله الحمد لله المهم السبب هذاك جاركم والجمعيه ثاني شكر خاص لهنا لبني سليمان جمعيه اسعال الخير فرع ولايه المديه المكتب الولائي تاع المديه صحيح نشكرهم لانه جابونا هما في المكان عامة ونشكر جارك خاصة باسكو جا من العتق بارك الله فيك هو اللي ان شاء الله ايه من اللي رحت يا ما فاتوا عليا محاين كبار رقدي هاني يا ما وليدك ولد حلال وصبار ايه ما تخافيش عليا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار كيما وصيتيني يا ما نتهلا في خاوتي صغار كنا في دار وحدة لمتنا أنا وخاوتي عايشين فيها يا وكي رحتي إيش حال تعذبنا يما يا وكل راح يما في جهة أعطيك الصحة أخوي عبد الله أعطيك الصحة حبيبي يا مام عليا يا جبدو ما يحسوا بيا نكون في ظلمة ونشوف الضوء تباني لي انتيا انتي أبار انتي ما كاش ايه على بالي وبلا بيك الدنيا ما تسواش يتبدل حالي
الوالدة 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 هموم الدنيا وما ينسوني فيك. الوالدة 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 هموم الدنيا ما يبعدوني عليك.